محاضرة خمسة بنتكلم فيها بداية عن السكندري ديستريبيوشن أو التوزيع الثانوي، والتوزيع الثانوي اللي هو العلاقة بين التوزيع وبين بقى إيه المستهلك أو المنتفع على طول. بيقول لي هنا إنه نظام التوزيع الثانوي بيغذي المنتفع أو المستهلك بالطاقة الكهربية through the distribution transformers and secondary cables، عبر محولات التوزيع والكابلات الثانوية. Figure 2 shows the typical voltage while figure 12 shows wiring arrangements. بص بسرعة على figure 2 لو سمحتوا. ادي figure 2 اهو اللي كان بيبين لي هنا الجهود المختلفة اللي بتوصل لل المستهلك او الكاستمر، اللي هي قلنا في المحاضره الاولانيه ان هي ممكن تكون 3 فيز، ممكن تكون 1 فيز، ممكن تكون 380 فولت، او ممكن تكون 1 فيز 220 فولت، ممكن تكون 3.3 من 10 كيلو فولت لو انا بغذي مصنع او ما الى ذلك. فهنا كانت القيم بتاعه الجهود المختلفة خالص زي ما احنا شايفين كده اللي ممكن يغذى بيها الكاستمر بتاع الشبكة، او هنا هو القيم موجودة عندنا زي ما هو بيقول. نرجع بقى لفيجر 12. ادي فيجر 12 اللي هو الوايرنج ارينجمنت اوف سكندري ديستريبيوشن، وزي ما احنا شايفين هو بادئ من اول البرايمري فيدر، وبعد البرايمري فيدر عبر الفيوز بيدخل على الديستريبيوشن ترانسفورمر، ومن الديستريبيوشن ترانسفورمر بيدخل بقى على نظام التوزيع بتاعنا اللي هو بتبدأ انت تدي للهاوسز او للعميل بقى، ما يعني ما نقدرش نقول الهاوسز بس، ممكن يكون العميل ده هاوس، ممكن يكون مدرسة، ممكن يكون مصنع وما الى ذلك. طبعا هنا حسب الموقع، وممكن يكون underground cables or overhead lines حسب الموقع وحسب الكثافة السكانية زي ما قلنا قبل كده. في حاجة كمان هو بينبهني ليها اللي هي ال high rise buildings are supplied by a three phase four wire spot network. يعني إذا كان التوزيع العادي بالنسبة للمنازل والمدارس وما إلى ذلك بيكون عن طريق one phase، لكن بالنسبة للمباني الشاهقة بتكون التغذية بتاعتها عن طريق three phase، والمباني اللي بالشكل ده بيكون التوصيل موصل عن طريق مقياس الكيلو وات ساعة. لو بصينا على فيجر 13 نبص عليه اهو، فيجر 13 قدامنا اهو، هبص الاقي ان انا عندي مقياس الكيلو وات ساعة على شمال الرسم بتاعي، وبعدين خارج منها زي ما احنا شايفين المين سويتش اند سيركت، عن طريق المين سويتش والسيركت بريكر داخل على الاحمال بتاعتي. يعني هو ده خارج الاول بثلاثة كابلز بثري كيبلز، وبعدين بعد كده متوزع على الاحمال بسنجل فيز لود اللي هي الاحمال بقى النهائيه برضو عن طريق سيركت بريكر. خلي بالنا هنا ان عمليه وجود السيركت بريكرز والميني سويتش والكلام ده بيعمل لي طبعا تامين طول ما احنا ماشيين، طول ما احنا ماشيين وبنتكلم على التوزيع. في الحاله دي مقياس الاحمال الالكتروني اللي هو بيقول لي عليه هنا هو mostly electronic meters can measure 15 minute kilowatt demand and the kilowatt energy consumption. انه مقياس الاحمال الالكتروني ده بيقوم بقياس وتسجيل القدرة العظمى وكمان بيسجل الطاقة المستهلكة. خلي بالنا من الجزئية اللي جاية دي اللي هي بتقول لي انه المرفق الكهربي بيحافظ على نظام التوزيع حتى الاطراف الخاصه بالملف الثانوي. معنى ايه انه بيحافظ عليها؟ انه صيانه، اصلاح، ما الى ذلك، هو مسؤول عنها. المرفق الكهربي اللي هو احنا بنقول عليه الشبكه،
عندنا هنا بالعامية كده بنقول عليه الشبكة. الشبكة مسؤولة عن أي مشكلة محتاجة صيانة موجودة ما بين من أول الأطراف الخاصة بالملف السنوي للعداد، يعني بداية بقى من نظام التوزيع نفسه. بيكمل بقى هو المسؤوليات دي وبيقول لي إنه the electrical utility maintains the distribution system up to the secondary terminals of the meter. وبعدين the homeowner صاحب بقى العقار is responsible، هو المسؤول for the service panel، عن لوحة التوزيع بتاعتنا and house wiring. ودي طبعا مهمة جدا جدا ان هو بيحدد لي المسؤوليات بتاعت كل واحد على نظام التشغيل او نظام الامداد، سواء كان من اول النظام نفسه لغاية ما نوصل للاطراف بتاعت الملف السنوي بتاع الميتر، او بعد كده اللي هو بيبقى مسؤولية صاحب العقار نفسه. كل الكلام هنا لسه في الحماية برضو. فبيقول لي the typical service panel is equipped with a mini switch، طبعا الميني سويتش الغرض منه برضو الحماية، and circuit breaker. وال circuit breaker نفس الوضع. the mini switch permits the de-energization of the house and protects against short circuits. طبعا short circuits او لما يكون التيار اعلى من المطلوب. each outgoing line is protected by a circuit breaker. حاجة بقى مهمة جدا اللي هي الأرضي، the neutral has to be grounded at the service panel، لازم يكون متوصل بالسيرفيس بانل بتاعة البيت أو بتاعة كل شقة just past the meter، بالظبط مع الميتر. بنتكلم وبنقول إنه إزاي بيتم عمل الجراوند، كان موجود ازاي وبقى موجود ازاي. فبيقول لي ان هو كان الاول الووتر بايب كان بيتوصل بيها، طبعا ده في المساكن القديمة كانت بتستخدم علشان الحماية او بتستخدم كجراوند، وده طبعا مش وضع صحي خالص ولا سليم. لكن بعد كده بيقول لي ان نيو هاوسز، في المنازل الجديدة او الحديثة، ميتر رود بنجيب قضيب معدني بيبقى مدفون في الأرض وبيبقى موصل، ده بيعتبر هو الأرضي طبعا لأنه بيبقى موصل بعد كده على لوح المفاتيح الموجودة داخل المنازل المختلفة في نفس المبنى. أسبرت بير واير is connected to the ground، بتبقى في سلك منفصل مسؤول أو متصل ب الجراوند. The ground wire connects the metal parts، بيبقى متصل بالأجزاء المعدنية من of the appliances للأجهزة، و and service panel box together to protect against ground fault، بيحمي من أي أخطاء خاصة بالجراوند أو بالإلكتريك شوكس. In rural and suburban areas، rural اتفقنا ان هي المناطق القرويه او الريفيه، and suburban اللي هي الضواحي، الضواحي اللي هي اللي بتبقى موجوده حوالين المدينه وقريبه قوي منها، يعني بتبقى جزء، وفي مدن بتبقى الضواحي عباره عن الاحياء الصغيره اللي فيها. radial secondary configuration اللي موجود في شكل 14 ايه احنا شايفينه معانا اهون، ده يا ريت نكتب تحته لو سمحتوا radial secondary configuration is the most common design in secondary circuits، بيبقى هو بيتطبق في secondary service او secondary circuits. however in urban circuit، في المدن او في الحضر، circuits different configurations can be used depending on the type of load to be served. The spot configuration اللي هو موجود في 14 بي هنكتب تحته لو سمحتوا the spot configuration، وده بيبقى خاص بالفاكتوريز او اللارج بيلدينج اللي هي بتبقى في المصانع او في المباني الشاهقه. is used for large load concentrated in one point،
اللي هي الفاكتوريز اند لارج بيلدينج زي ما قلنا من شويه صغيرين. نيجي على الفيجر 14 سي، وهو بيقول لي هنا انه the network configuration، هنكتب تحتيها ان دي اسمها network configuration is used to serve great number of loads، بيخدم الاحمال الكتيره الموزعه على مناطق كبيره over a large area. جنرالي او عامه نظام النتورك او السكندري نتورك بيستخدم في الحضر للمساحات الكبيره زي ما قلنا او الاحمال الكبيره. كمان المغذي الثانوي بيكون بنظام الدايره المفتوحه او الفروع المغذاه من محول التغذيه. طبعا هو هنا كل الكلام اللي بيقوله على الامان اللي بتوفره السكندري نتورك، فبيقول انه the loads are connected directly to the low voltage grid، متصله الاحمال مباشره بفروع التغذيه الاساسيه. Without any protection equipment the network is protected. ايه بقى نظام الحمايه طالما انه ما فيش هنا protection equipment؟ by fuses and network protector circuit breakers، بيبقى عندي الفيوزز وبيبقى عندي السيركت بريكرز. Installed at the secondary transformers. The network protects automatically open on repairs current، في حالة الريفيرس كارنت الشبكة بتفتح تلقائيا وبيتم التشغيل مرة أخرى عند ما يرجع المغذي الابتدائي للعمل تاني. On the primary feeder is restored after a fault. Feeder voltage regulation أو تنظيم جهد التحميل، هو هنا بيقول لي إنه الجهد اللي بيوصل لكل عميل المفروض ان هو يكون في حدود من 5% زائد 5% الى ناقص 5% الليميتس بتاعته. يعني مثلا هو مدي مثال فور اكزامبل which at a nominal voltage of 120 فولت، لو كان الجهد اللي المفروض يوصل للعميل 120 فولت the corresponding limits الحدود بقى ال 120 ده هما بتكون من اول 114 لغاية 126 فولت زي ما هو باين في الشكل اللي قدامنا ده هو. الشكل ده بيبين ايه؟ بيبين انه الفولتج بروفايل او بنقول الرسم البياني للقيم الجهد voltage profile for a feeder at light and heavy load، عند ظروف التحميل التقيل وظروف التحميل الخفيف. فبيقول لي هنا انه الشكل بيبين انه عند الهيفي لود the voltage at the end of the line، في نهاية اللاين will be less than the allowable minimum voltage. لو بصينا كويس عندنا تحت هنا هنلاقي انه لو افترضنا انه القيمة واحد هي المفروض قيمة الجهد، يبقى المسموح به انها تكون من اول 1.5% لغاية 95%، يعني يا اما زائد او ناقص 5% على قيمة الواحد. فانا لو جيت وبصيت على المنحنى او الخط اللي بيمثل الهيفي لود او التحميل التقيل، ابص الاقيه بادئ من عند الواحد ونازل تحت 95% وبمرحلة كبيرة. فهو بيقول لي هنا انه at heavy load the voltage at the end of the line will be less than the allowable minimum voltage، بيكون اقل من المينيمم فولتج اللي مسموح به. at the light load condition، في حالة التحميل الخفيف the voltage supplied to each customer will be within the allowable limit. احنا زي ما احنا شايفين اهو اللايت لود زي ما انتم شايفين الواحد بيقل عن الواحد لكن ما بيوصلش حتى لقيمة ال 95%. على فكرة يا جماعة موضوع التحميل التقيل والتحميل الخفيف ده هو ممكن ندردش فيه حاجة بسيطة خالص كده، ونقول انه في اوقات من اليوم بيبقى فيه تحميل خفيف وفي اوقات من
اليوم بيبقى فيه تحميل تقيل. يعني مثلا احنا عندنا الفترة بتاعة الصبح بيبقى فيها أحمال منزلية شوية مرتفعة، بنيجي نبص نلاقي الأحمال دي بدأت تنزل 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 لغاية مثلا الساعة 2 3، تبدأ الأحمال تزيد تاني توصل لأقصى قيمة عند الساعة 9 مساء. بعد كده بتبدأ تقل تقل تقل، وبعدين طول الليل بتبقى قليلة جدا. فهي دي اللي احنا بنقول عليها تحميل تقيل وتحميل خفيف، يعني معناها انه الاحتياج للقدرة الكهربية واستغلال القدرة الكهربية بيكون تقيل احيانا بيكون خفيف احيانا حسب الحمل في الوقت ده. At the light load condition the voltage قلنا بيكون within the allowable limit. Calculation of the voltage profile اللي موجود عندنا ده هو voltage drop and feeder loss is one of the major tasks. دي بتعتبر من المهام الرئيسية اللي هي تظبيط الفولتج بروفايل بتاعنا وتظبيط الفولتج دروب. دي عملية لازم تتظبط in distribution system في نظام التوزيع. however they are out of the scope of this chapter. طبعا ده ايه؟ ده خارج عن شغل الشابتر. نكمل مع بعض ونشوف السكوب اللي بعده ده. هو هنا ده الفيدر لينس قصاد الفولتج اللي احنا بنقول عليها الفيدر فولتج ريجوليشن يوزنج كاباستورز. هو هنا بيستخدم الكاباستورز او المكثفات للتغلب على الموضوع بتاع يعني عشان نعمل الريجوليشن احنا كنا بنتكلم عنه من الاول خالص، علشان موضوع انه الاحمال التقيلة بتنزل جهد التغذية الى اقل من الحدود المسموح بيها. فبيقول لي هنا انه من الممكن التغلب على انخفاض الجهد عن طريق استخدام مكثف موصل بالتوازي اللي هي هنا هو by the application of a shunt capacitor. فاكرين لما كنا بنتكلم من محاضرتين او ثلاثة كنا بنقول انه وجود الكباستور في الدايرة في حد ذاته بيعمل ايه؟ كان وكنا قلنا ان هو بيحسن من الباور فاكتور، بيحسن من الباور فاكتور بتاعي. هو ده اللي احنا كنا بنتكلم عنه، انه وجود الكباستور هيحسن لي من الباور فاكتور بتاعي لو وصل بالتوازي زي ما احنا شايفين، وده بيضمن لي ان الجهد الواصل لكل عميل هيكون في الحدود المسموح بها في حالة التحميل التقيل. اشمعنى يعني في حالة التحميل التقيل؟ انا ما يهمنيش التحميل الخفيف، انا يهمني التحميل التقيل. ليه؟ لان التحميل الخفيف لو لاحظنا من الرسمة اللي فاتت اهيا، كان التحميل الخفيف هنا ما بيوصلش لاقل من الجهد المينيموم المسموح به. اما التحميل التقيل فطبعا كان بيوصل لقيمة قليلة جدا، وعلشان كده بنستخدم موضوع المكثف الموصل على التوازي. من الشكل طبعا احنا شايفين انه يعني وضع الكباستور بشكل سليم وفي مكان مناسب بيضمن لي انه الجهد او الباور الواصل للكاستمرز بيكون within the allowable limit at heavy load condition، بيبقى في حدود المسموح به عند التحميل التقيل. بس هي المشكلة انه applied load عند الاحمال الخفيفة نفس الكباستور بيزود من الجهد بيبقى فوق المسموح به زي ما احنا شايفين في الرسم. الخط المنقط اللي فوق خالص الماكسيمم allowable فولتج عند 1.5% وهو عالي عنه بشوية، وده طبعا مش مسموح بيه. فبنقول انه عند الاحمال التقيلة الخفيفة اللي هي عند الليل مثلا بيبقى بيفضلوا ان هم يفصلوا الكباستورز ده عن العمل. طبعا معظمها بيستخدم سويتشز، واحنا بنبدا بيقول لي هنا ذا كاباستور از سويتشد اوف، بنقفله او بنفتح الدايره بتاعته
السويتش اللي موجود فوق خالص، شايفين تحت المغذي على طول في سويتش الاول وبعدين الكباستور، فبيتم فتح الكباستور ده، هو بنقول عليها switched off during the night، اثناء الليل، when the load is light and switched on when the load is heavy، لما بيكون الاحمال تقيلة اثناء النهار بيبدأوا ان هم يوصلوه. معظم المكثفات ذات الاستخدام المتكرر بتكون على المغذيات الأولية، وفي الأنظمة الهوائية بيكون are installed on the bores. فاكرين البورز اللي احنا قلناها برضو من حبتين كده، قلنا انها بتبقى معلقة هوائيا. residential underground systems، في النظام السكني بيكون ال underground systems بي required او require less shunt capacitance، بتحتاج capacitance اقل، full voltage control due to the reduced reactance، ده بيبقى نتيجة انه الرياكسنت بتاعتي بتبقى اقل شوية. نكمل برضو، بيقول لي even so shunt capacitors are used for power factor correction، بتظبط لي او بتصحح لي من الباور فاكتور بتاعتي and loss reduction. The optimum number size and location of capacitor banks on the feeder او on a feeder is determined، تم حسابها عن طريق الكمبيوتر او التحليل بالكمبيوتر، ولقوا انه الافضل تماما ان هو يكون محطوط عند تلتين الطول بتاع الموصل المغذي. هو قايلها هنا، هو بيقول لي in this case the optimum location of the capacitor bank is around two thirds of the length of the feeder. The voltage regulator is a tab changing transformer. هو بيقول لي انه المنظم بتاع الجهد بيبقى عبارة عن ترانسفورمر، بنقول عليه تاب changing transformer، او كنا بنقول ان هو محول صنبوري، which is located in most cases at the supply end of the feeder، وبيكون الانسب انه يتحط على ال end of the feeder. موجود اهو في فيجر 17 شكل التاب changing transformers. هذا المحول بيزيد من جهد المصدر، وهو ما يزيد الجهد عن أقل جهد مسموح به في آخر حمل، يعني لازم يبقى الحكاية دي معمول حسابها إن هو ما يزيدش عن أكتر جهد مسموح به. The tab changer transformer has two windings. المحول له طبعا ملفين، هي الملف الابتدائي والملف الثانوي، وبتوصل بالتوازي، ملفات التوازي الثانوي بتوصل بالتوالي، لها أطراف توصيل ومفتاح لاختيار نقط التوصيل. وزي ما احنا شايفين هو هنا مديني تابس، حتى هو هنا في السكندري عامل لي 1 2 3 4 تابس موجودين على الرسم بتاعي. The switch changes the tab position. السويتش بيغير من وضع التاب according to the required voltage، تبعا للجهد اللي احنا محتاجينه. تكرار العملية ده هي لازم ناخد بالنا ان هي بتأثر من اللايف تايم او من العمر الافتراضي للتابس ده هي، وبالتالي هو بيقول لي هنا reduce the lifetime of the tab changer switch. This problem limits the number of tab، بتحدد لي من عدد عمليات التغيير، the number of tab changer operations to 1 to 3 operations per day، لأنه هو يتعمل من مرة إلى 3 مرات خلال اليوم، وما يزيدش عن كده علشان نحافظ على سلامة التابس الموجودة عندي.